شوف هذا التقرير مع محمد الجابري، وبعد كده هنرجع هنطلع فاصل. ومحمد جابر، محمد جابر احد المشجعين للنادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي، نطلع نشوف عامل ايه ونرجع بعد تقرير فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن فتحي. والحب للنادي الاهلي بدا من نص الثمانينات كده، 85 86، كان عندي 5 سنين 6 سنين، وكان الاهلي في الفتره دي طبعا وحش افريقيا ومكتسح افريقيا، فبدا بقى التعلق بالنادي الاهلي. والوالد طبعا الله يرحمه هو اللي حبب الواحد في النادي الاهلي لتشجيعه النادي الاهلي، وبدات اروح بقى مباريات وابقى واعي من نهائي كاس 92 الاهلي والزمالك، والاهلي كسب 2-1 بالجونين بتوع كابتن ايمن شوقي، ومن ساعتها بقى بدات رحله المشاوير ورا النادي الاهلي، السفر ورا النادي الاهلي، وحب النادي الاهلي وعشق النادي الاهلي، وكل الماتشات بره القاهره وبره مصر خالص، ماتشات كتير الواحد سافرها ورا النادي الاهلي. الموضوع بدا السنه اللي فاتت بعد الكورونا، مفيش استادات، مفيش ماتشات، مفيش كافيهات، مفيش تجمع مع الاصدقاء، جت الفكره من هنا ان ليه لا نعمل مكان. انا بحب النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي، الماتش يا بتفرج عليها في الاستاد يا في النادي، مفيش استاد ومفيش نادي، انا هعمل استاد ونادي. فقررت من هنا جت الفكره ان انا اوضب المكان كله زي ما انتم شايفين، تجمع للاصدقاء، بنتفرج على كل الماتشات بتاعت النادي الاهلي هنا، ناس بتحب الاهلي بجد، ناس بتعشق النادي الاهلي، والحمد لله الحمد لله من ساعه ما المكان اتعمل يعني من السنه اللي فاتت كل الماتشات اللي اتفرجنا عليها المهمه للنادي الاهلي كلها فوز. طبعا اعمل مباريات في المكان بعد ما المكان اتعمل بحوالي 3 شهور كده، في شهر 10 كان ماتش الذهاب بتاع قبل نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، كان بين الاهلي والوداد في المغرب، اتجمعنا انا والشله كلنا هنا اتفرجنا، والحمد لله ربنا كرمنا وفزنا 2-0 بره في المغرب. تاني ماتش العوده برضو اللي هنا الحمد لله وربنا كرمنا وكسبنا 2-1، وكانت بقى القضيه ممكن، القضيه ممكن في 27/11 هنا كان يوم تاريخي، احنا كنا قاعدين هنا انا والشله، الماتش كان يوم جمعه، احنا كنا قاعدين هنا من يوم الاربعاء، بيتنا مع بعض اربع وخميس مستنيين الماتش، اربع وخميس وجمعه، وكان ليه طقوس وذكريات يعني فوق الخيال. انا اقترحت على الزملاء ان احنا نصور الانفعالات بتاعتنا واحنا بنتفرج على الماتش، قلت لهم انا حاسس ان احنا ان شاء الله هنكسب النهارده وهنكسب اكتر من واحد، هنجيب جون يا اتنين، وبالفعل حطينا كاميرا موبايل وصورنا الرياكشنات بتاعتنا مع الاجوان، وبعد الماتش ما خلص نزلنا 20 ثانيه بس الفرحه بتاعه الجون الاولاني بتاع مجدي قفشه في الوداد في المغرب في قبل النهائي. بعد الماتش على طول واحد من الزملاء اللي كانوا قاعدين معايا بيتفرجوا على الماتش، في حد صاحبه شغال في الصفحه الرسميه للكاف على السوشيال ميديا، كلمه وقال له ايه المكان اللي انتوا كنتوا بتتفرجوا فيه على الماتش ده؟ قال له والله ده مكان بتاع واحد صاحبنا هو عامله كله اهلي وكنا بنتفرج عنده على الماتش، فاستاذنوا ان هم ييجوا يصوروا معانا في ماتش العوده. وبالفعل جم صوروا معانا في ماتش العوده، الاجواء عجبتهم جدا، التشجيع المثالي طبعا للشله بتاعتنا اللي هي كلها مدمنه اهلي وعاشقه للاهلي. وبعد ما الماتش خلص والفيديو نزل بتاع قبل نهائي العوده بتاع الوداد وجاب مشاهدات كتير جدا للصفحه طبعا هي بتاعتهم، اتصلوا تاني واستاذنوا ان هم ييجوا يصوروا الماتش النهائي بتاع الاهلي والزمالك نهائي القرن معانا هنا، وبالفعل جم برده وصوروا معانا المكان. فكرت على طول جبت حد قلت له انا عايز المكان كده يبقى كله اهلي، المكان كله يتبيض احمر، في بعض الاستيكرات هتشوفوها معموله 3 دي بشعار النادي الاهلي، الستاير جت بلون احمر وراحت مطبعه طبعت عليها شعار النادي الاهلي، الساعه جت النادي الاهلي، النتيجه جت النادي الاهلي، جبت حد خطاط كتب كلمتين طبعا عزاز جدا على قلب كل اهلاوي، الاهلي فوق الجميع واعظم نادي في الكون، وحط طبعا كابتن بيبو العشق واللي هو طبعا اول ما الواحد كان لسه بيحابي كده في الكوره 5 6 سنين كان كابتن بيبو طبعا نجم الملاعب المصريه، وعلى فكره انا رحت حضرت ماتش الاعتزال بتاعه مع الوالد الله يرحمه، وكابتن ابو تريكه برضو ايقونه النادي الاهلي للجيل بتاعنا واللي قبلينا واللي بعدينا باذن الله. فبنتمنى ان شاء الله ان المكان يكون عجبكم، وده اقل حاجه الواحد ممكن يعملها لحبه وعشره للنادي الاهلي، يعني لو اقدر اعمل اكتر من كده بكتير كنت عملت. انا رحت كاس العالم للانديه 2012 في اليابان وكاس العالم للانديه 2013 في المغرب. كاس العالم للانديه 2012 في اليابان احنا كسبنا الماتش الاولاني مع هيروشيما الياباني وصعدنا لقبل النهائي وقابلنا فريق كورينثيانز البرازيلي، وعملنا ماتش حلو جدا 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 عليهم، قياسا بعدد الجمهور كان كل الجمهور اللي مسافر ورا النادي الاهلي حوالي 150 200 واحد، وكان 30 ألف واحد ورا فريق كورينثيانز البرازيلي،
وهم من 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 اداء النادي الاهلي في المباراه وروعه النادي الاهلي في المباراه، بس للاسف ما كانش فيه توفيق ان احنا نكسب. كل الجماهير بتاعه الكورنثيانز وهي خارجه بقت تقابل اي حد مننا من جمهور النادي الاهلي عايزه تبدل معاه اي حاجه، اللي بدل طاقيه، اللي بدل سكارف، اللي بدل ترنج. في ناس كانت معايا قلعت ترنجات وبدلوا الترنجات في قلب الاستاد واحنا خارجين. فنفس الموضوع حصل معايا برضو وانا خارج، حد من الجمهور بتاع كورنثيانز البرازيلي قال لي بليز تشينج السكارف، بدلت معاه السكارف ولحد دلوقتي لسه محتفظ بيه، ذكرى جميله لكاس العالم 2012. والله هو النادي الاهلي ما ينفعش يتوصف بجمله واحده، النادي الاهلي عايز مجلدات وكتب عشان يتوصف بيها وحب الواحد للنادي الاهلي، لكن لو هي كلمه واحده بس يتوصف بيها النادي الاهلي، الحياه، النادي الاهلي هو الحياه.